السلام عليكم. اليوم نعرفكم بإقامة سكنية جديدة راهي قيد الإنشاء بعنابة، واللي على حسب التصميم نشوفوا هنايا تظهر جيدة، ويعني يعني المقاييس تاع التصميم هي مقاييس عالمية. على كل حال في كل دول العالم نشاهد هذا النوع من الإقامات. المهم هو بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن نوع من يعني السكنات ذات يعني عدد طوابق متوسط، يعني ما بين 6 و 12 طبقة إلى 20 طبقة. إذا هذا النوع من يعني البناء الأفقي لابد أن نراعي المقاييس نتاع يعني العيش الكريم. لازم تكون كل الأمور متوفرة في هذه السكنات من مصعد هوائي، وخاصة خاصة نقطة مهمة جدا في هذا النوع من البنايات هو لو فيزافي، يعني الاحترام البعد ما بين الشروفات ومن بين النوافذ نتاع السكنات. لازم الاحترام التام يعني للقوانين في ميدان البعد بين السكنات، ما يسمى بلو فيزافي، وهذا مهم جدا. وكذلك توفير التهيئة الخارجية، المساحات حول العمارة هذه لازم تكون فيه رابور علاقة ما بين العلو تاع العمارة والمساحة في الأرضية المخصصة للزيسباس كومار، الفضاءات العامة. لازم تكون احترام للمسافة والمساحة في الأرض مقارنة بعلو العمارة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.